بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الثالث ابتدائي في مادة رياضيات. لدينا درس جديد وهو بعنوان الضرب في سبعة. فكرة الدرس: سوف أجد ناتج الضرب في العدد سبعة. لدي استعد يا عزيزاتي. إذا كان في قطار مدينة الألعاب خمسة عربات وكان في كل عربة سبعة مقاعد، فكم شخص يمكنهم ركوب القطار في الوقت نفسه؟ هاي مبدعات لدي. إذا كان في قطار مدينة الألعاب خمسة عربات وكان في كل عربة سبعة مقاعد، فكم شخصا يمكنهم ركوب القطار في الوقت نفسه؟ إذن يا مبدعات، يوجد لدي خمسة عربات في كل منها سبعة مقاعد. إذن يا مبدعات، كم شخصا يمكنهم ركوب القطار في الوقت نفسه؟ إذن خمسة عربات في كل منها سبعة مقاعد. إذن يا عزيزاتي، سوف أجد ناتج ضرب خمسة ضرب السبعة. أول شيء يا مبدعات، سوف أستعمل قطع العد ليعمل نموذجا لخمسة مجموعات وفي كل مجموعة سبعة قطع. إذن يا مبدعات، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، المجموعة الخامسة. إذن يا مبدعات، يوجد خمسة مجموعات. طيب يا عزيزاتي، في كل مجموعة كم يوجد؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. أحسنتم. إذن في كل مجموعة يا مبدعات يوجد سبعة. المجموعة الأولى يوجد سبعة، المجموعة الثانية أيضا يوجد سبعة، المجموعة الثالثة يوجد سبعة، المجموعة الرابعة يوجد سبعة، المجموعة الخامسة يوجد سبعة. إذن يا عزيزاتي، لدي خمسة مجموعات في كل منها سبعة. إذن يا مبدعات، كم مجموع القطع جميعها؟ ها، أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن 35 قطعة. إذن يا مبدعات، خمسة ضرب السبعة كم يساوي؟ 35. أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. إذن 35 شخصا يمكنهم ركوب القطار في الوقت نفسه. طيب يا عزيزاتي، يحتاجني أتحقق. إذن سوف أستعمل خاصية الإبدال في الضرب. إذن سوف أجد 7 ضرب الخمسة تساوي 35. أحسنتم يا مبدعات، بارك الله فيكم جميعا. إذن أنتقل للمثال التالي. أجد العامل المجهول. إذن لدي في صندوق ألعاب 28 سيارة بألوان مختلفة، فإذا كان كل من سبعة من هذه السيارات لها اللون نفسه، فما عدد ألوان هذه السيارات؟ هاي مبدعات، إذن لحل هذه المسألة سوف أرسم صورة لعمل نموذج وأحل جملة الضرب. أول شيء يا عزاتي، عد الألوان المختلفة فراغ. طيب عدد السيارات من اللون نفسه أعطانيها في السؤال؟ سبعة. أحسنتم. يساوي عدد السيارات جميعها؟ أيضا أعطانيها في السؤال يا مبدعات، 28. إذن يا مبدعات، فراغ ضرب سبعة يساوي 28. هيا مبدعات، نفكر سويا، ما العدد الذي إذا ضرب في سبعة كان الناتج 28؟ أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. إذن أربعة. إذن يا مبدعات، أربعة ضرب السبعة يساوي 28. طيب يا مبدعات، سوف أرسم مجموعات في كل منها سبعة سيارات حتى يصبح عددها 28 سيارة. هيا مبدعات، لدي سبعة سيارات، وأيضا المجموعة الثانية سبعة سيارات، وأيضا المجموعة الثالثة سبعة سيارات، وأيضا المجموعة الرابعة سبعة سيارات. جميع السيارات يا عزيزاتي 28. إذن يا مبدعات، كم يوجد لدي من مجموعة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. إذن يوجد لدي أربعة مجموعات، في كل مجموعة يوجد سبعة. إذن أربعة ضرب السبعة يساوي 28. إذن العامل المجهول في جملة الضرب هو
الأربعة أحسنتم، إذن يوجد أربعة ألوان للسيارات، واضح يا مبدعات؟ إذن أنتقل يا عزيزاتي إلى فقرة تأكد. لدي السؤال الأول يا مبدعات، أجد ناتج الضرب. فقرة واحد يا عزيزاتي، 2 ضرب السبعة. يلا يا مبدعات، 7 ضرب الاثنان. ها يا عزيزاتي، سوف أبدأ بجمع السبعة مرتان، 7 + 7 كم يساوي يا مبدعات؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إذن يساوي 14. إذن يا مبدعات، إذن 7 ضرب الاثنان يساوي 14. طيب يا مبدعات، لدي 8 ضرب السبعة، سوف أجمع السبعة 8 مرات. يلا يا مبدعات، 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 كم يساوي يا مبدعات؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إذن يساوي 56. إذن يا مبدعات، 8 ضرب السبعة يساوي 56. طيب يا عزيزاتي، لدي أيضا 9 ضرب السبعة. ها يا مبدعات، في جدول السبعة 9 ضرب السبعة، سوف أجمع السبعة 9 مرات. أحسنتم جميعا، إذن 9 ضرب السبعة يساوي 63. طيب يا مبدعات، لدي 7 ضرب العشرة، أخذناها يا عزيزاتي جميعا في جدول العشرة. أحسنتم، بارك الله فيكم، إذن 7 ضرب العشرة يساوي 70. طيب يا مبدعات، لدي، اكتب العدد المناسب في الفراغ. لدي 7 ضرب فراغ يساوي 0. ما هو العدد الذي أضربه في السبعة يكون الناتج 0؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إذن 7 ضرب الصفر يساوي 0. أي عدد يا عزيزاتي أضربه في الصفر يكون الناتج 0. طيب يا مبدعات، فراغ ضرب 7 يساوي 49. أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا، إذن 7 ضرب السبعة يساوي 49. طيب يا مبدعات، لدي 7 ضرب الفراغ يساوي 70. أحسنتم، بارك الله فيكم، إذن 7 ضرب العشرة يساوي 70. واضح جميعا يا عزيزاتي؟ إذن شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.